اهلا بكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها، والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الملك اوسر كاف. ودلوقتي يا جماعه هنتكلم عن المعبد الشمسي الخاص بالملك اوسر كاف، ونقول ان ظهر المعبد الشمسي لاول مره في قائمه الاهرامات لعالم كارل ريتشارد ليبيسوس في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، وكان بيحمل رقم 17. وتم التعرف على تصميمه الحقيقي في اوائل القرن العشرين بواسطه العالم لودفيج بولشتيرين، وبدات عمليات التنقيب الدقيقه سنه 1954 وفضلت مستمره لغايه 1957، وحصلت بواسطه كبار العلماء الاجانب. وحسب السجلات المدنية بدأ بناء المعبد بالتحديد في السنة الخامسة لاعتلاء الملك أوسر كاف العرش، وفي المناسبة دي قدم 24 قطعة ملكية التبرع بيها لصيانة المعبد. ويغطي معبد الشمس اللي بناه الملك أوسر كاف مساحة 44 × 83، وتم بناؤه في اتجاه الغرب. والمكان اللي اتبنى فيه المعبد الشمسي كان مرتبط بالعبادة الجنائزية لإله رع، وكان من المفترض انه يكون مرتبط بالعبادة الجنائزية للملك. ولما نيجي نتكلم عن المعبد الجنائزي والمعبد الشمسي الخاص بالملك أوسر كاف، هنقول ان المعبدين كانوا متشابهين جدا من الناحية الهيكلية، وكان كل واحد منهم بيحتوي على معبد وادي قريب من نهر النيل، منه ممر بيؤدي لمعبد تاني بيقع على اعلى هضبة صحراوية. ولما نيجي نتكلم عن التصميم المعماري لمعبد الشمس، هنقول ان معبد الوادي الخاص بمعبد الشمس ما كانش بيتجه لاي واحدة من الاتجاهات الاربعة الرئيسية اللي هي الشرق والجنوب والغرب والشمال، بل كان بيتجه بشكل غامض ناحية مدينة هليوبوليس. وبالنسبة يا جماعة للجسر الخاص بالمعبد، ما كانش مبني بشكل محاذي لمحور المعبد المرتفع، وفي مجموعة من الوثائق الإدارية اللي اسمها برديات أبو صير، وكانت بتعود لفترة في عهد الأسر الخمسة، بتشير البرديات دي إلى أن الطقوس الجنائزية اللي كانت بتتم في معابد الشمس مرتبطة جدا بالطقوس الجنائزية اللي كانت بتتم في المعابد الجنائزية. وفي الحقيقة كان الهدف الأول من بناء معابد الشمس هو أن الملوك يظهروا عظمة الإله رع، نفس الهدف اللي كانت بتتبني عشانه الأهرامات الملكية. وكان في معابد جنائزية خاصة بإله الشمس رع، وكان المصريين القدماء بيعتقدوا أن الإله الشمس يقدر يجدد من خلالها شبابه عشان يحافظ على حكمه الدائم للعالم. عشان كده يا جماعة كانت الطقوس اللي بتتم داخل المعابد معناها في المقام الأول بدور الإله رع كخالق في المقام الأول، وبعد كده دوره كأب للملك. خلال حياة الملك كان بيعين أقرب مسؤوليه عشان يديروا المعبد، عشان يضمن إن هو هيستفيد من الموارد المالية الخاصة بالمعبد، وعشان يضمن ولائهم ليه بعد وفاته. وبالطريقة ديت بقى جوه المعبد الشمسي مرتبط بالمجمع الهرمي الخاص بالملك، والاتنين كانوا بيدعموا العبادة الجنائزية للملك. وبيعتقد بعض العلماء ان اعمال البناء في معبد نخن رع ما توقفتش بعد وفاة الملك أوسر كاف، وبعض العلماء بيعتقدوا ان المرحلة الاولى منها خلصت في عهد الملك ساحو رع، وتم اتمام المراحل الثلاثة التانيين في عهد خلفاء الملك أوسر كاف. وفي نهاية حكم ملك أوسر كاف ما كانتش المسالة الجرانيتية الضخمة اللي كان من المفترض ليها انها تكون على قاعدة داخل معبد الشمس موجودة في مكانها. ويعتقد العلماء ان كان المعبد في الوقت ده عبارة عن سور مستطيل في نصه سارية، السارية دي مرسوم عليها صقر، الصقر ده بيرمز لإله الشمس. وفي اتجاه الشرق من التلة اللي كان عليها السارية كان في مذبح مبني من الطوب الطيني مع أضرحة وتماثيل على كلا الجانبين. وحسب السجلات الملكية كان بيؤمر الملك أوسر كاف من السنة السادسة في حكمه أن يتم تقديم سورين واثنين من الأوز كتضحية في معبد الإله نخن رع. ومن الواضح أن الحيوانات دي كان بيتم ذبحها في المعبد العالي، حيث كان الممر عريض جدا عشان يقودوا الثيران الحية على الممر ده. بالإضافة للتضحيات دي منح الملك أوسر كاف للمعبد الشمس الخاص به أراضي زراعية شاسعة، وصفها العالم كلاوس باير بأنها أراضي لا مثيل لها، وأنها هدية ما فيش زيها في المملكة المصرية القديمة. وبيرى معظم علماء الآثار أن القرارات اللي تم اتخاذها في عهد الملك أوسر كاف
بتدل على صغر سنه وقوة كهنة رع، مش عشان الإخلاص الشخصي الخاص بالملك أوسر كاف لإله الشمس رع. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية نكمل كلامنا عن الملك أوسر كاف، وهتلاقوا لينك فيسبوك والتيك توك بتاعي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.